قبسات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حب بدر تلألأ في ربى أم القرى، فأحالها نورا بهيا مبهرا، وملائك الرحمن حفت حولها، والكون بات مهللا ومكبرا. نورا رأت أم النبي محمد، فأضاء بصرى في الشام وأبهرا. إيمان كسرى قد تزلزل عرشه، وتساقطت شرفاته فوق الثرى، وتخامدت نار المجوس وأطفئت، وغدت رمادا في المجامر أغبرا. أصنام مكة قد هوت وتحطمت، وجه لها فوق التراب تعفرا. والقوم تاه دليلهم ورشادهم، وتساءلوا ماذا بمكة قد طرى. فأتى الجواب من الإله مبشرا، ولد النبي محمد خير الورى. وتحققت بشرى المسيح بأحمد، فهو الذي بمحمد قد بشرا. عبدوا الحجارة فالضياع يغمهم، والرق منتشر وفيهم قد سرى. كفروا برب الكون وخيرة خلقه، ليكون فيهم هاديا ومبصرا. زرع التراحم في النفوس فأزهرا، الصادق الوعد الأمين المجتبى. هو رحمة للعالمين ومنقذ، نقى القلوب من النفاق وطهرا. وهو الشفيع لأمة قد قادها، وهو الحبيب المصطفى قد نورا. فتمسكوا بالدين بهداية، من غير دين الله لن نظرا.